زعلتي لما تسربت خبرية أنه علاقتك بسعد المجرد الفنان المشهور؟ لا يعني سعد كان صديقي، بس أنه حرام يعني مجوز سعد ووينك وين القصة قديمة، أنه كنا أصحاب نحن. بس هو بيعرف أكيد، يعني بالنهاية إذا ما عملت سكوب ما في شيء. الناس ما بتهتم تقرأ شيء عادي. شو رأيك باللي صار مع سعد بالنسبة لموضوع الحكم والتهم بالاغتصاب كونه صديقك؟ ضروري أسألك، يعني أنا ما بعرف، أنا ما بقدر أعطي رأيي بهذا الموضوع لأنه هذا موضوع كتير حساس. أنا سبق وسألني قبل، واللي قلته أنه أنا إذا هو فعلا مزبوط هيدا الشيء اللي عمله بيستحق ال 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 أنت من خلال معرفتك اللي أخده فيه. لا خلال معرفتك لا أنا شو شفت، أنا ما شفت شيء في غلط، ما أنا بقدر أحكم. يعني هذا موضوع بعد أكبر بكثير من إنه تكوني بتعرفي شخص، ويمكن يكونوا ركبوا له إياها، ويمكن يكون، يعني أنا ما بعرف. هل أنت امرأة سهلة أو صعبة؟ لا أنا صعبة. كيف يعني؟ صعبة سهلة. كيف يعني صعبة؟ وين صعبة وين سهلة؟ يعني أنا ما بدي كثير لأنبسط لأكون مبسوطة، أنا أشياء بسيطة بتبسطني، ما بيهمني القصص الفيك واللوكس والأشياء التافهة بالنسبة لإلي. الحياة هي فيها أشياء كتير حلوة، يمكن انزل على البحر حط خيمة على الرمل، تفرج على البحر، اعمل SUP، هيدا مثل الحسكة بتعرفيها، بس بعطي اكزامبل، هيدا الشيء بكون انا طايرة بهيك نوع من الاكتيفيتيز. وين صعبة؟ الصعبة ما بيقدر حدا يتحكم فيه مثل ما بده، يعني تابع مثلا على الرجل مثلا مع الرجل إذا هو غلطان ما في يقول له إيه معك حق وحبيبي وحياتي أو ما تروحي لهون، ما تاخدي هالتصوير، ما تظهري، أوكي تكرم عينك، أنا ماني من هول نهائياً. ما بتقدري أبداً، ما فيه. وهذا الشيء كتير صعب كمان بدوماني، إني that's why بمحلات نحن منبلش العلاقة بتكون متعقد على أساس إنه ما بيغار وما بعرف شو، وبعدين بتبلش الغيرة على أشياء، يعني نعم ضمن شغلي أنا مجبورة فيهم،